نبقى مع المنتخب العراقي حيث أبدى مساعد المدرب أحمد خلف واللاعبان فهد طالب وصفاء هادي قيمة مواجهة منتخب بحجم المنتخب الأرجنتيني. مثل ما تعرف خدنا مباراة أولى مع المنتخب الأرجنتيني، تعرف كانت مباراة مع منتخب كبير من أفضل المنتخبات في العالم، وإن شاء الله أكيد هو استعدادنا للمباراة السعودية استعداد جيد، وإن شاء الله نكون نقدم فد مستوى طيب يليق باسمنا كلاعبين وكمنتخب عراقي. إن شاء الله جاهزين مباراة السعودية. المباراة اللي خضناها أمام الأرجنتين كانت تجربة يعني مفيدة إن إحنا كلاعبين، ويا رب إن شاء الله نحقق شيء أمام السعودية نرضي به الجماهير العراقية. وضع طبيعي إنه اليوم أنت تلاقي الأرجنتين من أفضل منتخبات العالم كروياً، يعني ما أعتقد كان الإرباك مسيطر على اللاعبين بعض الشيء، يمكن هناك أخطاء، أعتقد كانت الفائدة فنية جداً، لاعبين عرفوا أنه كيف يحتكون على المستوى الأعلى في كرة القدم في العالم، وأعتقد هذه الفائدة اللي جيناها من المباراة.